وشوطنا الجديد المنطلق والزميل صالح الكروبي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان تتواصل التحديات والاثاره هنا على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وعلى بركه الله ينطلق الشوط السادس عشر الخاص للقعدان الحقايق من مسافه الاربعة كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس، نسير مع البداية ومع أول الأسماء. هنا موسم على البداية بشعار محمد بن بخيت بن طالب آل بريد، يقدم لنا موسم على البداية وعلى أول الأسماء. ثاني المراكز وصل هنا مشوق محمد بن سالم بن مسعود بن قطامي المري، يقدم لنا مشوق على ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالثا وصل الباز عبد الله بن فهد بن راشد الحبيب المري، وفي رابع الأسماء ورابع الشعارات وصل القادم والمنطلق لهب بشعار سالم بن علي بن بخيت النابت المري، وفي خامس الأسماء وصل الاسم القادم والمندفع هنا شامان بشعار ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند هنا على خامس المراكز. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة، وعود مع البداية موسم هنا على الانطلاق الأول وعلى الصدارة محمد بن بخيت بن طالب آل بريد، يقدم لنا موسم على البداية وعلى أول الأسماء. ثانيا وصل القادم والمنطلق الباز، قادم الباز بشعار عبد الله بن فهد بن راشد الحبيب المري، يقدم لنا الباز على ثاني الاسماء. ثالث المراكز وثالث الشعارات وصل هنا القادم شامان ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند، يقدم لنا شامان على ثالث الاسماء. رابع المراكز وصل لهب سالم بن علي بن بخيت النابت المري، يقدم لنا لهب، وفي خامس الأسماء وخامس الشعارات وصل هنا الأسد، وعبد الله بن علي بن حمد بن نورة يقدم لنا الأسد على خامس المراكز. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة، ولكن أعود مع أول المراكز. هناك موسم على البداية ومحمد بن بخيت بن طالب آل بريد يقدم لنا موسم على الانطلاق الاول وعلى الصدارة، لكن ركز يا البريدي ارى الاسماء قادمة والشعارات من الخلف. اول القادمون هنا الباز وعبد الله بن فهد بن راشد آل حبيبة المري، ولكن لهب غير الى ثاني الاسماء. لهب قادم بشعار سالم بن علي بن بخيت النابت المري، وفي رابع المراكز وصل هنا الأسد وعبد الله بن علي بن حمد بن نورة، وفي خامس المراكز شامان ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، ولكن أعود مع اللي غير وعود مع اللي ينطلق إلى البداية. هنا لهب، لهب على البداية، والله يا لهب سالم بن علي بن بخيت النابت المري. ثانيا موسم ومحمد بن بخيت بن طالب آل بريد، وصلت الأسماء وصلت الشعارات من الخلف، أراها بالعين المجردة. وصل الاسم القادم والمنطلق، وصل هنا قشام براك بن فهيد بن براك بن فهيد بن محمد، ووصل ايضا القادم وصل مشوق محمد بن سالم بن مسعود بن قطامي المري على ثالث الاسماء، ولكن رابعا وصل الاسم القادم الباز عبد الله بن فهد بن راشد آل حبيب المري، وخامس الاسماء قادم الاسد عبد الله بن علي بن حمد بن نوره. ولكن اعود مع البدايه مع المقدمه، اعود مع اللي غير غشام براك بن فهد بن براك بن فهد، والكيلومتر الاخير الله يا غشام براك بن فهد بن براك بن فهد. ثاني الاسماء ارى الاسم القادم مشوق محمد بن سالم بن مسعود بن قطامي المري، ثالث الاسماء وصل هنا الاسد عبد الله بن علي بن حمد بن نوره، ورابع الاسماء لهب، لهب ولكن اعود مع البدايه
ومع المقدمة البداية وأول الأسماء غشام براك بن فهيد بن براك بن فهيد ثاني الأسماء وصل الاسم القادم وصل مشوق محمد بن سالم بن مسعود بن قطامي الله الله بدأ مشوق ينطلق إلى البداية بدأ يندفع بهذا العرض المميز وبهذا الانطلاق الله 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 مشوق على البداية على أول الأسماء ركز يا أبو مبارك مع مشوق خلاص مشوق 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 مع الفوز مع الانتصار مع هذا الناموس مشوق محمد بن سالم بن مسعود بن قطامي المري وهنا محمد بن مبارك يتابع لنا مشوق الله يا مشوق الله يا مشوق وهنا أيضا حمد بن مبارك بن قطامي تهانينا والناموس لمالك مشوق محمد بن سالم بن مسعود بن قطامي ويضيف النقطة الثانية في هذا الصباح تهانينا وأيضا تهنية لمحمد بن مبارك بن قطامي وأسعد الله صباحك يا أبو مبارك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار ثاني الأسماء وصل هنا غشام بشعر براك بن فهيد بن براك بن فهيد ثالث الأسماء وصل هنا الأسد بشعر عبد الله بن علي بن حمد بن نورة وفي رابع المراكز وصل هنا هايش بشعر فهد بن سعيد بن راشد الجربوع المري وفي خامس المراكز وصل خامس المراكز لهب بشعر سالم بن علي بن بخيت النابت المري مشاهدينا متابعينا الأعزاء ها هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة وأعود بالتهنية لمالك مشوق محمد بن سالم بن مسعود بن قطامي من قدم لنا مشوق بهذا الأداء وبهذا العرض المميز التوقيت الزمني ولاحظت وصول مشوق إلى خط النهاية 6:06 47 جزء من الثانية تهانينا والناموس وأيضا تهنية لمحمد بن مبارك بن قطامي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار ثاني الأسماء وصل هنا على ثاني المراكز وصل غشام بشعار براك بن فهيد بن براك بن فهيد التوقيت زمني 6:11 9 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس ثالث الأسماء وصل هنا على ثالث المراكز الأسد بشعر عبد الله بن علي بن حمد بن نورة التوقيت زمني 6:11 76 جزءا من الثانية فتهانينا والناموس لجميع الفائزين.